سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. مكتب المفتش العام يدشن العام التدريبي الجديد، وقافلة غذائية دعما لأبطال جبهة الكسارة. شحنات الموت الإيرانية تواصل التدفق إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. 54,000 نازح في تعز يدخلون العام الجديد محملين بالفقر والوجع. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشن مكتب المفتش العام بالقوات المسلحة اليوم العام التدريبي والقتالي 2023 بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، وبحضور مستشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن عبد العزيز الشميري. وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجهود المتميزة لمكتب المفتش العام للقوات المسلحة، مؤكدا أهمية دوره في تقييم أداء المؤسسة العسكرية ومراقبة تنفيذ الخطط العسكرية وصولا إلى تحقيق النجاح المطلوب، وبما يضمن نجاح معركتنا ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام الملالي في طهران. وأكد الفريق بن عزيز التزام القوات المسلحة بالنظام الجمهوري وبالعمل بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة الخاصة بعمل القوات المسلحة. واستعرض المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري إنجاز المكتب خلال الفترة الماضية، وكذا خطط التفتيش الميداني على الهيئات والدوائر والمناطق والوحدات العسكرية لتقييم الأداء والعمل لما من شأنه تحقيق النصر الكبير لليمن على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا. وأوضح اللواء القميري أن هذا التدشين يأتي ضمن خطة العام التدريبي والقتالي 2023 وتنفيذا لتوجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة من أجل الحفاظ على الجاهزية القتالية والمعنوية العالية ورفع مستوى الأداء الإداري والقيادي والمحاسبي للقوات المسلحة. وجدد المفتش العام للقوات المسلحة العهد الجديد للقيادة السياسية والعسكرية بأن القوات المسلحة ستظل وفية لقسمها العسكري، مؤدية لواجبها في سبيل الحفاظ على النظام الجمهوري واستعادة الدولة ومؤسساتها من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن واليمنيين. سير أبناء مديرية الوادي بمحافظة مارب قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب. وكان في استقبال القافلة قائد لواء حفظ السلام العقيد رياض أبو علي، والذي أشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه أبناء وادي عبيدة للمقاتلين، مؤكدا بأن هذا الدعم السخي لم يقتصر على المال وإنما سبقه الرجال الأبطال. وأكد الحاضرون من أبناء عبيدة بأن واجب كل مواطن يمني أن يكون سندا للمقاتلين الذائدين عن حياض الجمهورية وعن الأرض السبائية الطيبة. باسم قيادة قطاع الكسارة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نرحب بأهالينا أهالي منطقة مارب على كرمهم في القافلة الغذائية، ونقول لهم ألف شكر لكم عندما تنظرون أبناءكم، ولا تنسوهم الذي في المواقع الأمامية. النصر قريب ونحن مستعدين جميع إمكانياتنا لحرب الحوثي، وندحر بإذن الله، وأي تحرك أو هجوم من الحوثي نحن لهم بالمرصاد بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخوة مقدمين القافلة من مديرية الوادي، الأخوان هم المجاهدين من المقاومة والجيش في جبهة الكسارة. المعنويات إن شاء الله حديد، والناس جاهزين لأي طارئ ورافعين الجاهزية ومنتظرين في مواقعهم، وإن شاء الله إلى خير الأمور. الاسم حسن علي دوكر الحداد. في منطقة
الوادي محافظة مأرب مديرية الوادي، يسعدهم أن يزوروكم إلى هذا المكان المشرف، مكان الأبطال، مكان البطولة والفداء، ويقدمون لكم ما تيسر من مواد غذائية دعما وتأييدا لكم، ونسأل الله أن يثبت أقدامكم وأن يجعل النصر على أيديكم وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وأن يؤيدكم بنصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير. ونرجو منكم أن تقبلوا منا هذا اليسير، وهو ما تيسر وهو قليل في حقكم، وإن شاء الله يتوالى هذا، وهذا من واجب كل مواطن يمني أن يكون سندا للأبطال في الجبهة، لأنكم تذودون عن حياض هذا الوطن وتذودون عن هذه الأرض الطيبة، ولذلك وجب على الجميع دعمكم، فأنتم الذين لا بد أن نكون نحن سندا لكم في كل وقت وحين، والواجب على كل إنسان فيها في هذه المحافظة أو غيرها أن يكون سندا لهؤلاء الأبطال. فنحن وباسم أهالي يعني مديرية الوادي قد بعثوا لكم ما تيسر من هذه المواد الغذائية، نسأل الله تعالى أن تكون عونا وتقبلوا منا هذا، وهذا ما هو واجب علينا، وجزاكم الله خير، وشكرا لمن عمل على هذا العمل، ومن ساعد ومن ساند ومن دعم ومن كان معنا وتجاوب في هذا المشروع، سأل الله أن يتوالى ولهم جزيل الشكر. الشكر للأباء والأخوة من أبناء محافظة مأرب في المشاركة بهذه القافلة الغذائية لدعم أبنائهم وأخوانهم المرابطين في الخطوط الأمامية ضد هذا السرطان الكهنوتي الغاشم الذي سلب ممتلكات الشعب ومؤسسات الدولة. ونعاهد الله ونعاهد أنفسنا ونعاهد شهدائنا الأبرار وجرحانا من الميامين بأننا لن نعيد عن هذا الطريق حتى آخر قطرة من دمائنا. زار وكيل أول محافظة ذمار الشيخ محمد عبد الوهاب معوضة مواقع أبطال الجيش الوطني في محور مران بمحافظة صعدة لتفقد أحوال المقاتلين الأبطال ومشاركتهم أفراح الانتصارات. وكان في استقباله قائد محور مران قائد لواء العروبة اللواء الركن عبد الكريم عوبل السدعي وأركان حرب المحور وعدد من الضباط والجنود. ونقل الشيخ معوضة تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي مهنئا أبطال لواء العروبة ومحور مران بالانتصارات التي حققوها بدعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. واستمع وكيل أول محافظة ذمار خلال جولته التفقدية إلى هموم وأوضاع المقاتلين المرابطين في المواقع المختلفة، مثنيا على دورهم البطولي الشجاع في مقارعة ميليشيا الانقلاب الحوثي وما يسطرونه من ملاحم تاريخية لحماية الثورة وأهداف الجمهورية ومكتسباتها الوطنية. من جانبه أكد قائد محور مران اللواء الركن عبد الكريم عوبل السدعي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا على معنويات أبطال المحور العالية وعزيمتهم بالاستمرار في التقدم حتى استكمال التحرير وتنفيذ المهام العسكرية. ورفع المقاتلون الأبطال تهانيهم الصادقة لقيادة المجلس الرئاسي واستعدادهم التام والكامل لتنفيذ المهام المطلوبة، وبأنهم على العهد والوعد. سعدنا اليوم بزيارة أخواننا الأبطال في جبهات الشرف والبطولة في محور مران مع قائد اللواء اللواء عبد الكريم السدعي، قائد لواء ألوية العروبة، قائد محور مران، القائد هذا الذي عرفته جميع الجبهات مع الضباط المخلصين والصف والأفراد، ابتداء من جبهة الجوف ومأرب وأخيرا في جبهة صعدة والملاحيض ومران، وقريبا إن شاء الله في محافظة صعدة حتى تحرير العاصمة صنعاء. ونقول له شكرا لك على زيارتك الكريمة، وهذا ليس بغريب، وما قدمته في عتمة وقدم الوالد فهذا أكبر يعني دليل، لو قسم الظهر العدو، لو فعلوا 3 أشخاص 4 أشخاص مما فعله الشيخ عبد الوهاب معوضة. أسأل الله أن يبارك فيكم، وإن شاء الله بقيادة شيخنا الشيخ عبد الوهاب وأولاده والمخلصين بإذن الله نحن نصل إلى رأس مران يعني وإلى صنعاء وإلى كل مكان يعني، ومعنا إن شاء الله يعني داعم الرئيسين بإذن الله، بعد الله يكون قيادة المجلس الرئاسي والتحالف بإذن الله.
شحنات بعضها فوق بعض من الأسلحة والألغام والمتفجرات توجهها إيران بشتى الطرق لأذرعها الحوثية الخبيثة بغرض تحقيق المزيد من الدمار والخراب في اليمن، مستهدفة حياة ملايين المدنيين. إيران تسمن الحوثي ب220 طنا من الأسلحة والألغام، عنوان ختمت به عقاد السعودية عام 2022، وخلف العنوان وحجم الأسلحة المعلن عنها يختبئ الكثير، فما تم الكشف عنه مجرد قطرة في زقوم إيران المتدفق نحو اليمن قبل 2022 بكثير. فالحكومة اليمنية وجهت اتهامات صريحة لإيران خلال الحروب الستة مع ميليشيات الإرهاب بإرسال أسلحة وتدريب القتلة، ثم عززت الاتهامات بأدلة لا تقبل الإنكار، وقدمت ملفات للجانب الأمريكي الذي تعامل حينها وفق منطق نحن نعلم كل شيء ولن نعمل شيئاً، أو على الأقل ذلك ما فهمه اليمنيون من مضمون المقابلة الأخيرة للرئيس العليمي مع قناة العربية. قلت له ما رأيك، أنا أسلمك الآن ملف، وهذا يمكن الملف 20. قال لي شوف لا تتعب نفسك. أيوة لا تتعب نفسك. قلت له ليش؟ قال نحن مقتنعين في البنتاجو وفي السيائية أن هذه جماعة تتبع إيران ومدعومة من إيران، ولكن من يقنع البيت الأبيض؟ هذا في عام 2010. ماتيس اللي أصبح بعدين وزير دفاع في عهد ترامب. ورغم أن أول إعلان عن ضبط سفينة إيرانية كانت مطلع 2010، إلا أن تقريرا لبعثة الأمم المتحدة أكد في إبريل 2015 أن إيران تقدم الأسلحة للحوثيين منذ 2009 على الأقل، راصدا 5 شحنات إضافة لسفينة جيهان عام 2013. التصاعد المحموم والتوحش المرعب في تزويد ميليشيات الإرهاب بالأسلحة بعد سيطرتها على صنعاء رصد جانبا منه تقرير صدر عن المرصد أونلاين في مايو 2021، لكن الأرقام المعلنة ظلت وفق معدي التقرير ووفقا لخبراء عسكريين أقل بكثير مما يصل يد الحوثيين. وأسوأ من ذلك وفق عسكريين وسياسيين أن الإعلان قبل يومين عن ضبط 3 شحنة أسلحة إيرانية خلال شهرين يفرض التساؤل إذا كانت هذه ممارسات إيران خلال الفترة التي تتحدث فيها خارجيتها عن السلام مع دول المنطقة والحوار مع الجوار، فما هو السلام الذي تعده إيران لمستقبل تلغمه بكل هذه الأسلحة؟ أقيمت اليوم صلاة الجمعة في ساحة الحرية في مدينة تعز، حيث أكد خطيب الجمعة أن الإسلام جاء دين مساواة ومحبة ورحمة لا دين سادة وعبيد. وأشار خطيب ساحة الحرية إلى أن ادعاء الحوثيين أنهم سادة على اليمنيين يتناقض مع مبدأ الشرع وعدالة الإسلام، مضيفا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بريء من كل الممارسات الحوثية والادعاءات الزائفة الكاذبة. وصاح الصديق وصاح وقال كلمته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى لرسول الله لقاتلتهم عليه. أعلن الجهاد، ولم يوجد في أرض الإسلام مسجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد في البحرين تصلى فيهم صلاة المسلمين، وبقية المساجد التي كانت رفضوا وتركوا الإسلام. هل نقص الدين؟ هل أصبح المسلمين في ذلة؟ لا، إنه الاعتزاز والثبات بهذا الدين حتى الممات. يجيش الجيوش الصديق ويطلقهم ويرسل جيش أسامة وهو على أسوار المدينة. توقف الجيش هناك بعد أن عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءه لأسامة بن زيد وفيهم أبو بكر وعمر. إنه إعلان عدم الطبقيات، إنه إعلان المساواة بين المؤمنين. أسامة بن زيد ابن 16 أو 17، وهو ابن لمولى
أي كان أبيه عبدا ثم أعتق، يؤمره رسول الله على الجيش وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الله أكبر. إلى ذلك طالب المصلون في ساحة الحرية بمحافظة تعز بإنقاذهم من الغلاء وإيقاف انهيار العملة المحلية، رافضين الإجراءات التي أقرها المجلس الاقتصادي من رفع أسعار الغاز والمشتقات النفطية ورفع الجمارك، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستقضي على ما تبقى من أمل بالعيش، مطالبين بالحفاظ على موارد البلد من الفاسدين وتفعيلها وإعادة تصدير النفط والغاز وتوفير الإمكانات لحمايتها ومعاقبة ميليشيا الحوثي التي تسببت بتوقفها وعدم تحميل الشعب المزيد من الأعباء التي لم يعد قادرا على تحملها. أربعة وخمسون ألف نازح في محافظة تعز يتوزعون على 117 مخيما يعيشون حياة بائسة وأوضاعا معيشية صعبة. عشرات المخيمات في تعز تأوي النازحين الذين فروا بأنفسهم وأسرهم من بطش الميليشيات الحوثية، يواجهون ظروفا إنسانية صعبة يضاعفها الحصار وفقرهم الشديد بعد تركهم لكل أموالهم بمناطقهم، ولا زالت المخيمات تستقبل المزيد منهم بسبب الملاحقات والاختطافات التي تطال السكان بشكل يومي، وكل النازحين داخليا في المحافظة يتشاركون احتياجاتهم للغذاء بشكل أساسي بمأساة إنسانية كبيرة، وخاصة خلال العامين الأخيرين 2021-2022 ميلادية. 54 ألف أسرة نازحة موزعة بين المخيمات والمنازل، كلها تعيش أوضاعا صعبة بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين في تعز. فعدد المخيمات وصل إلى 117 مخيما تتوزع على مديريات الشمايتين والمعافر ومقبنة والوازعية وموزع والمخ وذوباب وجبل حبشي، بالإضافة إلى مديريات المدينة الثلاث. وعلى الرغم من العدد الكبير للمخيمات، إلا أن أغلب النازحين يعيشون بالمنازل المستأجرة بنسبة 70% بحسب نفس المصدر، ويفيد بأن هؤلاء لا يحصلون على أي مساعدات إنسانية. كما تفيد الوحدة التنفيذية أن أكثر من 70% من النازحين هم من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يضاعف الأعباء على الأسر مع الغياب الكبير للمنظمات الإغاثية، بعد أن منعت ميليشيات الحوثي دخول أي مساعدات إنسانية للسكان والنازحين على السواء من العام 2015 ميلادية وحتى اليوم، والغياب التام للحكومة وكأن الأمر لا يعنيها. يقول القائمون على شؤون النازحين أن ما يقدم لهم من الوكالات الدولية لا يصل إلى 40% من الاحتياج، ومع طول فترة الحرب انشغل المجتمع الدولي والمحلي عن هذه الفئة حتى حرمت الغذاء والدواء والتعليم، وأصبحت مهجرة بلا حقوق في وطنها بعد أن شن الإرهاب الحوثي حربه على اليمنيين ليتشرد المواطن اليمني هائما على وجهه ضحية الإرهاب والفساد واللامبالاة. استقبل الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر اليوم سعادة سفير الولايات المتحدة لدى اليمن السيد ستيفن فاغن، حيث أعرب السفير الأمريكي عن تعازيه ومواساته للشيخ حميد بن عبد الله الأحمر وإخوانه بوفاة الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، منوها بدور الفقيد في خدمة وطنه وشعبه. من جانبه عبر الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عن شكره وإخوانه للسفير الأمريكي على زيارتهم ومشاركتهم العزاء برحيل فقيدهم الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر.
تكريما لدور المعلم واستشعارا لمعاناته، أقام مكتب التربية والتعليم بمديرية القطن بوادي حضرموت حفل توزيع استمارات للأراضي السكنية المجانية للمعلمين. وتأتي هذه كمبادرة من قبل السلطة المحلية بالمديرية لتحسين أوضاع المعلمين وتقديرا لدورهم في تربية الأجيال. تكريما لدور المعلم واستشعارا لمعاناته وجهده المبذول، أقام مكتب التربية والتعليم بمديرية القطن بوادي حضرموت مبادرة نوعية بتوزيع أراضي سكنية للمعلمين والمدرسين التربويين لتخفيف الأعباء عنهم ومواجهة شظف الحياة وصعوبتها. تم تدشين صرف قطع أراضي لكافة معلمي ومنتسبي وموظفي إدارة التربية والتعليم مديرية القطن كمساهمة من السلطة المحلية في يعني إعانة الأخوة المعلمين الذين هم يعتبروا نخبة المجتمع في تحسين ظروفهم المعيشية، وإن شاء الله تتبعها خطوات أخرى على كافة في كافة القطاعات الوظيفية في المديرية. استطاعت إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن إحداث نقلة نوعية والوقوف إلى جانب المعلمين وتلمس همومهم من خلال توزيع 2000 قطعة سكنية وبطائق صحية وتأسيس برامج تأهيلية تنمي من قدراتهم وترفع من كفاءتهم لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها. تجهيز 1900 استمارة، وبإذن الله يعني العدد النهائي بيكون 2000 وحوالي 150 قطعة سكنية ستوزع لكافة منتسبي القطاع التربوي المديرية. هذه النشاطات وهذه الأفكار أتينا بها لتعزيز الدافعية لدى المعلم اللي هو الركيز الأساسية في العملية التربوية والتعليمية، ليشعر المعلم أن فيه دولة ترعاه وفيه جهود يعني تدعم جهوده في الميدان الموجودة. هذا الكافة منتسب القطاع أيضا يتحصل بموجب وحامل هذا الكرت على تخفيضات معينة في عدد من الخدمات في مستشفى القطن العام، مستوصف الحديث، مستشفى رؤية، مدينة سيون، يتحصل في خصومات إلى 30% إلى 40%. معاناة تواجه المعلمين في سير دراستهم العامة ابتداء بغياب العلاوات السنوية وحقوقهم الضائعة، إضافة إلى مواجهة الحياة المعيشية وصعوبتها براتب بسيط لا يكافئ جهودهم المبذولة، حيث أهديت إليهم الأراضي السكنية كتكريما للرسالة التي يقدمونها في صنع الأجيال وتعليمهم أساسيات القراءة والكتابة والقيم الإنسانية. لا يمكن أن يتحصل المعلم عليه على قطعة أرض بسهولة في هذه الظروف الصعبة، فوالله أنها بادرة طيبة جدا وفاجأنا بها، ولكن نقول أن احنا أصبحنا متعودين كل يوم على المفاجآت من أستاذ محمد. في السنوات القليلة الماضية مرت العملية التعليمية بصعوبات كثيرة، ولم تنتظم الدراسة في عدد من مدارس وادي حضرموت نظرا لعمليات الإضراب التي يتبناها مجموعة من المعلمين المطالبين بتصحيح أوضاعهم المعيشية. فهمي برماده، قناة سهيل، القطن، وادي حضرموت. عقد كليستر التعليم بالمحافظة اجتماعه الدوري برئاسة نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وحضور ممثلي منظمات شركاء التعليم، وذلك لمناقشة تقارير التدخلات خلال الفترة الماضية ودراسة الاحتياجات التعليمية في مدارس المحافظة وتحديثات الشركاء والتحديات التي يواجهونها. وأشار الأستاذ بجاش المخلافي إلى أن تدخلات الشركاء من المنظمات المحلية والدولية كان لها المردود الإيجابي الكبير في تحسين البيئة التعليمية بالمحافظة والتخفيف من معاناة الطلاب وطالبات المحافظة والكوادر التربوية والتعليمية. ونوه نائب مدير التربية إلى ضرورة الالتزام بعملية التنسيق المسبق من قبل شركاء التعليم مع مكتب التربية بالمحافظة، حيث يتم تنفيذ التدخلات التربوية بشكل عادل في عموم مديريات المحافظة. دشن العمل ببرنامج الحساب الذهني لطالبات الأساسي في مدرسة نعمة رسام بمحافظة تعز. والحساب الذهني هو برنامج دخل إلى اليمن مؤخرا عبر مدربين مقابل الدفع المالي، غير أن مدرسة نعمة رسام تمكنت عقب تأهيل معلمات في هذا المجال من إدخال هذه المادة كأول مدرسة تقدم حصصا في الحساب الذهني. الحساب الذهني برنامج دولي معتمد بدأت به الدول والمؤسسات التعليمية مبكرين
ليصل إلى أطفالنا المتلهفين للجديد والمفيد. فمن فوائده الدقة والتركيز وشدة الانتباه وتفتيح الأذهان والتدقيق وشدة القدرة السمعية والبصرية والارتقاء بالتحصيل العلمي عموما. البرنامج دشن اليوم العمل به بمدرسة نعمة رسام كحصة بكل فصول التعليم الأساسي. بصراحة أسعدنا كثيرا بحضورنا افتتاح وتدشين الحصة الحساب الذهني مدرسة الشهيدة نعمة رسام. كون الحساب الذهني يفتح الملكات العقلية لدى الطالب ويواكب التطورات الحديثة في العلم على مستوى المعرفة في مستوى العالم. مرينا عدد من الفصول ولاحظنا ما وصلت إليه بناتنا الطالبات من المهارات الذهنية في الحسابات الرقمية، وأبهرنا ذلك وامتعنا ما وصلت إليه مدرسة نعمة رسام. فنحن ندعو بقية المدارس في إطار مديرية المظفر أن يحذوا حذو مدرسة نعمة رسام. تتم العملية من خلال استعمال الوسائل ثم الاستغناء عنها والانتقال إلى مرحلة التخيل لترفع نسبة الذكاء وسرعة البديهة. فقد أصبح الحساب الذهني عالميا تجري فيه البطولات الدولية ويحترف فيه الكثيرون ليصبحوا مدربين دوليين بالحساب الذهني، بل وصل إلى العمليات الحسابية الكبيرة والكسور، وهذا ما لوحظ بين طالبات المدرسة. كنت من قبل أحس صعوبة في الرياضيات، لما كنت أختبر كنت أجمع باليدات وأحس إنه صعوبة فيه، لما الآن تعلمت الحساب الذهني مكون من إطار وعمود عارض وخرزات أطلع ونزل الخرزات سهولة. وصلت إلى هذه المرحلة بفضل الله، ثم بفضل الأستاذ افتخار العريفي والأستاذ عفاف، وأشكر شكر خاص أستاذ رجاء الدبعي على إتاحة الفرصة والمتابعة في إسهام برنامج الحساب الذهني. دخلت في برنامج الحساب الذهني ودرست الضرب وإيجاد الجذور التكعيبية والتربيعية وإيجاد المعادلات وإيجاد المجهول. تعلمت كثيرا واستطعت أن أحقق من نفسي شيئا. كنت أحسب بصعوبة واستفدت الآن رجع أحسب بسرعة، والضرب يعني كنت يعني الضرب كان مشكلة، والآن رجع على الحفظ والعمليات الحسابية الآن بوقت محدد ورجع كله سهل، وكان بالاختبارات يعني صعب قليل بس خلاص الآن رجع سهل جدا. بالنسبة لطالباتنا، طبعا طالبتنا أصبحن متمكنات متميزات، عندهن مهارات في أداء أي عملية حسابية سواء كان جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو جذور أو قوة، اكتسبن مهارات عززن ثقتهن بنفسهن، ويتحدين جميع الطالبات في أي مرحلة دراسية وفي مختلف المدارس ومختلف المحافظات. العالم لا يبحث عن موارد مالية، إنما يبحث عن موارد معرفية، موارد بشرية، يستطيع من خلال هذه المعارف التي يمتلكها هؤلاء البشر، هؤلاء المتعلمون، هؤلاء الذين يقدمون المعرفة، يستطيعون أن ينهضوا بمجتمعاتهم ليصلوا إلى اقتصاد عالمي كبير. نقطة ضوء تصنعها مدرسة نعمة رسام لتخطو بطالباتها للأمام للتميز أكثر وتسابق على المعرفة. فهنا طالبات ذكيات يلتقطن الدروس ويتفوقن رغم ما تمر به البلد، وهيئة إدارية تقتحم التجربة بمهارة، ومدرسات متعاونات لما فيه مصلحة الطالبات والعملية التعليمية. وكل أمنيات القائمين على البرنامج أن يرونه معمما على كل مدارس المحافظة قريبا. دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف بالتعاون مع مؤسسة المعالي الطلابية البرنامج الثقافي الرياضي لطلاب مدرسة التفوق للنازحين، والذي ينفذ خلال أسبوعين تحت شعار جيل اليوم قادة المستقبل. وقال مدير مكتب التربية والتعليم بالجوف الدكتور محمد صالح محسن أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الطلاب والارتقاء بمستواهم الثقافي وإقامة الأنشطة الرياضية التي تعود بالفائدة البدنية للطلاب. وقال رئيس مؤسسة المعالي الطلابية الأستاذ حمزة محمد كعوات إن البرنامج يشمل ندوات ثقافية وحلقات نقاش ودوري رياضي وزيارات ميدانية ومنشورات ورقية،
وأضاف بأن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب وتشجيعهم على الاهتمام بالتحصيل العلمي والمعرفي، وكذلك بيان دور المعلم ومكانته في المجتمع والتوعية بأضرار الولع الضارة وطرق الابتعاد عنها. يأتي هذا التدشين اليوم ضمن خطة مكتب التربية والتعليم لتفعيل أنشطة مدرسية. جميع الطلاب الموجودين في هذه الساعة كما لاحظتم هم الطلاب النازحين من محافظة الجوف، يحتاجون إلى الرعاية وإلى الدعم النفسي لإزالة أثار الحرب. لذلك سعى مكتب التربية والتعليم ومؤسسة المعالي الطلابية إلى إيجاد هذا التدشين في هذا اليوم وهذه الأنشطة المختلفة التي ستساعد إن شاء الله أبناء الطلاب للتخلص من هذه الآثار وأيضا تحفزهم للتحصيل العلمي في مدرستهم. البرنامج يشمل عدة من الأنشطة، وأنشطة ثقافية ومنهجية ورياضية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الهدف كبير أن تعم هذه الأنشطة جميع مدارس المحافظة. يمثل البرنامج الثقافي الرياضي لطلاب مدرسة التفوق تدشين لأعمال مؤسسة المعالي الطلابية في بداية هذا العام والأعوام المقبلة. هذا البرنامج الذي يحتوي على عدة أنشطة تتمثل في نزولات ميدانية وبرامج ثقافية وورش للطلاب ودوري رياضي سيبدأ إن شاء الله بعد غد. البرنامج الذي يرعاه مكتب التربية والتعليم، ونجدها فرصة لشكرنا وتقديرنا للسلطة المحلية لمحافظة الجوف وكذلك مكتب التربية والتعليم على حرصهم لكل ما يتعلق بالطالب والعلم. شهدت أسواق الأسماك ارتفاعا كبيرا خلال هذا الموسم نتيجة شحتها بفعل عوامل الطقس واستمرار عملية الجرف العشوائي، إلى جانب عادة تصديرها إلى الخارج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. مئات القوارب الصغيرة ترسو على مناطق متفرقة على امتداد هذا الشريط الساحلي بمحافظة المهرة الغنية بالثروة السمكية بعد رحلة صيد استمرت لعدة ساعات. مهنة يعتمد عليها جزء كبير من سكان هذه المحافظة، إلا أنها تأثرت مؤخرا نتيجة الجرف العشوائي وتقلبات أحوال الطقس خلال هذا الموسم الذي تقل فيه الأسماك. الأسماك غالية نار جدا، كما تشوف الآن المحل فاضي بعد المحلات من بعد الشدروان الذي يسحبوا الصيد الجرف، وبعدين الصيد هذا اليوم غالي جدا، والبترول ومعيشة الصيادين صعبة جدا، معيشة الصيادين صعبة، والمشترين برضو بغلى الصيد جدا، معناته الظروف ما تسمح، يوصل الكيلو إلى 12,000 إلى 8,000، والمواطن ما يتحمل المواطن هذا الشيء، والرواتب ما تقيلهم شهريا، والمعيشة كما تشوف الوضع في اليمن مرة متدهور بهذا الشكل. مثلا الآن شوف الأسماك هذه مش موجودة في أيام البرد، هي غالية جدا. عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشتى أنواعها في الأسواق المحلية على مستوى المديريات ووصول قيمتها إلى أرقام لم تعتد عليها المحافظة من قبل، وهو ما دفع المواطنين إلى مطالبة السلطات المعنية بفرض الرقابة وتحديد أسعار بيعها. الغلاء هو موسم وصلنا قبل جماعة شهور، لكن الآن في عوازل في السواحل في الساحل اللي يجوا من مناطق شمالية يشتروا بأسعار غالية، يشتري 200,000 يقول لك عليه 100,000 ريال في الشمال في داخل تعز، وهذا سبب الأزمة هنا في الغلاء. هذه واحدة، والثانية قبل أسبوع عقوا نزلوا نزال ميداني تفقدوا الأسعار حق الصيد حق الأسماك، ولا من يجيب ولا جابوا لنا خبر، لا مجلس محلي ولا غيره ولا الثروة السمكية. معاناة لم تقتصر تأثيراتها على المستهلكين فحسب، بل وصلت إلى الصيادين الذين أرجعوا أسباب هذا الارتفاع إلى غلاء المشتقات النفطية، إلى جانب قيام شركات بشراء الأسماك بالعملة الصعبة وتصديرها إلى خارج البلاد، وهو ما أثر سلبا على المبيعات في الأسواق المحلية. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري الندوة العلمية الأولى تحت عنوان
نحو مواجهة التحديات الراهنة في مجال المال والأعمال والتي نظمتها كلية العلوم الإدارية بجامعة سيئون. وفي الندوة التي أقيمت برعاية السلطة المحلية بالمحافظة ورئاسة جامعة سيئون، أشار وكيل المحافظة إلى أهمية تحضير الطالب علميا وفكريا وسياسيا لمواجهة التحديات التي تواجه، بالإضافة إلى إعطاء تطبيقات عملية إلى جانب المعارف النظرية. وأوضح رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري أن تنظيم مثل هذه الندوة التي تعتبر الأولى هو دلالة واضحة على انطلاق جامعة سيئون بخطوات متسارعة في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى الشراكات العلمية التي أقامتها الجامعة مع عدد من الجامعات العربية، مشيدا بالتفاف الجميع حول الجامعة وفي مقدمتهم السلطة المحلية. ضبط رجال البحث الجنائي بالمهرة 3 أشخاص من مروجي المخدرات وأصحاب السوابق والمتهمين بقضايا سرقات في عمليتين أمنيتين منفصلتين بمدينة الغيضة وضواحيها. وأوضح مصدر بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة بأن عملية الضبط جاءت بعد أيام من التحري، مشيرا إلى أنه تم فتح محاضر جمع استدلالات لكل المضبوطين لاستكمال بقية الإجراءات وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص للبت في قضاياهم كي ينالوا الجزاء العادل والرادع وفقا للدستور والقانون. كما ضبطت الأجهزة الأمنية في نقطة تنهال بالمحافظة عصابة تهريب وتجار بالممنوعات مكونة من 5 أشخاص بينهم امرأة وجنسية أحدهم عربية، فيما يحمل الآخرون الجنسية الأثيوبية. شيع المئات من أبناء الحجرية في مدينة التربة جثمان قاسم الزبيدي الذي قتل على يد إحدى العصابات بعد تعرضه للتعذيب. وندد المشيعون بالجريمة التي تعرض لها العامل قاسم الزبيدي، مطالبين بتسريع إجراءات المحاكمة وتنفيذ حكم شرع الله والقانون. اليوم تم دفن الشهيد قاسم الزبيدي ونحسبه شهيدا عند الله، وقد كان أراد القتل أن يدفن بدون أن يعرف به أحد، فقيض الله له الجموع الغفيرة، فشهدت التربة أكبر جنازة لم تشهدها من قبل لدفن قاسم الزبيدي، والذي نطالب القصاص له ونطالب بتطبيق شرع الله في قتلته الذين لم يتحلوا حتى بالبشرية والإنسانية، وإنما اقتربوا وحوش، وإنما تحولوا لوحوش كاسرة تتبرأ الوحوش من أفعالهم. فلذلك نطالب بالقصاص ونتبرأ، ونحن نعلن تبرؤنا من هؤلاء القتلة ونتبرأ من أفعالهم. ولا يمكن لهذه الحجرية والشماية والمقاطرة أن تشهد مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لم تشهدها من قبل بدون غير أي حق، والذي قام بقتله عامله، ونريد من المحكمة أن تأجل بالقصاص إن شاء الله، أن تقوم بالقصاص إن شاء الله حاليا، ونريد من كل أهل التربة كلهم أن يكونوا يدا واحدة بهذه الجريمة إن شاء الله، ونريد من كل الشعب أن يقوم، يعني هذه الجريمة يعني ما قد حصلت في المنطقة ولا أبدا، ونريد من الجهات المختصة وكل من كان يخص هذه القضية أن يقوموا باهتمامها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت هذه الناس في هذا اليوم لتشيع المقدور به قاسم الزبيدي. هذا الخروج وهذا الحشد الجماهيري بالتشيع يدل على استنكار أبناء المنطقة وإدانتهم لهذه الجريمة الدخيلة، ونعتبره أو يعد بالأصح استفتاء شعبي بمطالبة المؤسسات القضائية بسرعة التعجيل بالمحاكمة وعلى وجه الاستعجال. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مكتب المفتش العام يدشن العام التدريبي الجديد وقافلة غذائية دعما لأبطال جبهة الكسارة. شحنات الموت الإيرانية تواصل التدفق إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية. 54,000 نازح في تعز يدخلون العام الجديد محملين بالفقر والوجع.
في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.